محمد وهبي كاتب عام اتحاد طنجة. هاد التظاهرة اليوم اللي كتقام بساحة الأمم هي تظاهرة كتدخل في إطار الأنشطة اللي أعدتها جماعة طنجة. دونك هاد البرامج اللي سماتها أماسي طنجة وهي مجموعة من البرامج الغنية اللي كتضم أنشطة ثقافية فنية رياضية، مهم أنشطة غنية. واليوم كاين معنا اكثر من 160 مشارك، يعني 40 فارق اللي من جميع الاحياء ديال مدينه طنجه. وان شاء الله يوم الجمعه غادي جماعه طنجه غادي تقوم بواحد الحفل ختامي اللي غادي يوقع التكريم ديال جميع المشاركين في هذا البرنامج اللي كان طيله ايام رمضان بمسرح بوكماخ ان شاء الله. بما ان هذا الدوري تقام في مكان عام، فعلا كما كتشوفوا جماهير الاباء والامهات اولياء الامور حضروا في هذا النشاط. وانتم كتشوفوا ساحه الامم مملوءه عن اخرها بالاطفال واولياء الامور. اولا كنشكروا جميع المنابر الاعلاميه في مدينه طنجه على المواكبه لهذا البرنامج الرمضاني اللي عملته جماعه طنجه في اول مره في التاريخ ديالها. الحمد لله مدينه طنجه بحال اللي كنقولوا على انها واحد المدينه موقع ديالها الجغرافي هو يتكلم عليها، التاريخ ديالها هو من يتكلم عليها. الصحوه التنمويه ديالها اللي عرفتها في اطار مشاريع طنجه الكبرى اللي عطى انطلاقه ديال صاحب الجلاله نصر الله واياه، والرعايه الساميه ديالو في مدينه طنجه والاهتمام ديالو بها خلاها انها ترجع ديك الرونق ديالها التاريخي. من هنا انطلقنا حنا كلجنه في اطار واحد المجلس جماعي جديد اللي كيضم واحد المجموعه ديال الشباب والشابات اللي عندهم رغبه باش يخدموا. وكنحيي بالمناسبه العمده مدينه طنجه والمجلس الجماعي على الانخراط ديالهم في هذه المبادرات، لان هذا البرنامج هذا رمضان اعطى واحد التميز. اولا لانه شمل جميع البرامج الرياضيه والثقافيه والاجتماعيه والفنيه، حاول انه يجمع بين الثقافي وبين العلمي وبين الرياضي، وجمع بين واحد مجموعه ديال 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 البرامج والقطاعات اللي حاولنا انها نعملوا. حاولنا نستضفوا شخصيات في اطار واحد البرنامج الاماسي، عملنا مسابقات ديال تجويد القران اللي كان يوم النهايه ديالها. حاولنا نعملوا واحد مجموعه البرامج الحمد لله متنوعه اللي شملت الاطفال واليافعين والشباب والكبار، المثقفين والساكنه. حاولنا اننا نكونوا يعني بحال اللي غنقولوا على اننا نكونوا في المستوى ديال الحدث واحد البرنامج شمولي. اليوم عندنا كرة القدم في مختلف مقاطعات بالمشاركة مع بعض الجمعيات. انفتحنا اليوم على اتحاد طنجة لكرة السلة لأنها عندها مدارس ديال القرف في مختلف الأحياء، ما جاتش من عباد اتحاد طنجة واحد الفريق تاريخي، وعندها مدارس في مختلف الأحياء مدينة طنجة في إطار واحد المشروع ديال طنجة الكبرى تتنفس كرة السلة. كذلك عندها لوجيستيك، عندها لاعبين 250 طفلة وطفل اللي كيشاركوا اليوم، ماشي سهلة باش تجمع. إذا واحد الفريق اللي هو يمكننا نعملوا معاه الشراكة باش ينجحنا هذا البرنامج هذا. الحمد لله هنا مختلف الأحياء التمثيلية ديال الجماعة ديال المقاطعات كاملة. البرنامج بحال اللي قلنا على انه شمولي وعلى انه كيضم واحد مجموعه البرامج المتنوعه. كره السله اليوم جات المحطه ديالها اليوم وغدا اللي غيكون فيها واحد الاقصائيه واحد الدوري ديال مختلف الفئات، وحاولنا نشركوا فيه يعني في اطار مقاربه النبع اناث والذكور باش نكونوا اننا استوفينا جميع البرامج. كاين هناك برامج اجتماعيه اللي كنعملوا كل جمعه، كنحاولوا نعملوا زياره واحد المرافق اللي هي اجتماعيه بحال حضانه طنجه مع عدن مريم، واحد مجموعه ديال 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 المرافق موازيه بحال هذه. كذلك حاولنا اننا نعملوا واحد يعني واحد اداء اماسي خرجناه من واحد الطابع ديالو، كل مره كنجيبوا شخصيه. حاولنا مع ان البرنامج كيجمع اربعه ديال المجالات الفنيه والرياضيه والثقافيه، حاولنا حتى في اماسي نجيبوا شخصيه رياضيه اللي كان هو القيدو محمد متسيوي. جبنا كذلك زهور الغزاوي كفاعله جمعويه في الاجتماعيه. جبنا السي عبد السلام الخلوفي كباحث في الفن ديال الطرب الاندلسي. وغنختتموا غدا ان شاء الله مع السي عبد الحق بخات كقيدوم السياسيين بمدينه طنجه. كنحاولوا اننا نكونوا يعني في المستوى ديال تقديم هذه البرامج، وكنحاولوا اننا نكونوا يعني كنقربوا من الساكنه ديال مدينه طنجه. هذه بدايه، هذه نقطه البدايه اللي يمكن لان ان شاء الله تعرف تطورات اكبر. ومن هذا المنبر ديالكم على ان كنأكد على ان السيد العمده ولا اللجنه ولا الاخوان والاخوات اللي هما مكلفين بالقطاعات الحيويه هذه اللي كنشتغلوا عليها، انهم الباب ديالهم مفتوح باش نتعاملوا ونفتتحوا لجميع الجمعيات الناشطه في مدينه طنجه.
طنجه باش يمكننا نعملوا برامج مشتركه من اجل السكنه مدينه طنجه وفي مختلف مقاطعات وتنسيق مع المقاطعات باش يكون واحد العمل ديالنا عنده جدوى وعنده تميز وعنده واحد يعني واحد 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 البعد لا في الناحيه ديال النتائج ديالو ولا في البعد لا في الناحيه ديال ديال ديال, ديال المستوى ديالو. هذا اللي كاين. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.